مرحبا بكم مشاهدي الام تي في في هذه الحلقه من بيروت. اليوم احاور فيها رئيس تحرير موقع اي ام ليبانون الصحافي توني ابي نجم. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك سوزان. وهذا رح يكون معنا خلال الحلقه الصحافي حسن الدر من خارج الاستوديو. ما حط عينيكم بزيت الاستوديو لانه بعده جديد، ما بدنا هلا انت يعني بتعرف انه انا حافظ عليه. انا ما عندي مشكل مع حدا عاده، مشكله الاخرين معي. انا ما ليه عنده مشكله معك يعني ما بعرف. بكل اسف انا بقول البعض يا اما بحب يطلع يعتبر حاله هو مرتاح بالحلقه، يا اما بخاف يواجه. هلا لسوء الحظ يمكن للاكثريه الساحه منهم انه ما بيقدروا يكونوا مرتاحين معي، بفضلوا يمكن ما يواجهوا. مش عم بحكي عن ضيف محدد، لانك بتقل لانه انت وكثير بتقل. هلا هو مين بتقل؟ ما بعرف انه نحن بنتقل بالحكي بالموقف بالكلمه، وفي البعض بتقلوا على البلد بيخربوا البلد وبياخذونا على محلات ما حدا من اللبنانيه بده اياها. يعني هو شو تتقيل؟ بتعرف سيزاني في شغله يمكن عن جد حابب اقولها ببدايه هالسنه، كل الناس ورا كل حلقه قبل كل حلقه بيقولوا لي الله يحميك وعم نصلي لك. هو السؤال عم شوف هلا على التعليقات لما بيكونوا عم بيقولوا لي هيك بيكونوا عم بيقولوا لي الله يحميك من مين؟ من مين؟ من اسرائيل مثلا؟ اكيد لا. بيكونوا تحديدا عم بيقولوا لي الله يحميك من حزب الله، لانه هودي غدارين ولانه هودي بيغتالوا. بكفي قافله الشهداء كلها يلي سقطت من الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقبله محاوله اغتيال مروان حمادي وصولا صدق اتهام سياسي. لا مش اتهام سياسي، في حكم محكمه دوليه، مش انا مش اتهام سياسي، في حكم ومبرم يعني مش وصولا لاغتيال لقمان سليم. هودي كلهم بالنتيجة هون الإشكالية بالبلد، والبعض بينزعج إنه ليه عم تحكوا؟ يعني مطلوب إنك تموت، إنك تستشهد، إنه يفتكوا بالبلد، إنه يصادروا البلد. ومش بس هيك، يعني اليوم بيطلعنا حدا مثل إبراهيم الأمين بيخبرنا بكل وقاحة يعني إنه الأمريكاني بده يتعاطى مع الأقوى بالبلد، وإنه عمليا الصفقة المطلوبة هي كيف حزب الله يأمن أمن الحدود الشمالية لإسرائيل مقابل تمن تدفع إسرائيل. طيب سيدة حكي مش بس عم بيقوله إبراهيم، هل أدوى يعني حين؟ كثير. لا الفرق حكى كثير. الفرق يا أستاذ زاني إنه هن بيفاخروا إنه هن بدون يسيطروا على البلد، وهن بيضمنوا أمن إسرائيل. يعني كل شعاراتهم الكذب، كل شعاراتهم المخدرة للشعوب وللناس، هيدي يا قدس وقادمون وبدنا نحرر حيفا وما بعد حيفا والقدس والإخبار، وهن هم يعملوا صفقة مع إسرائيل. نحن بنحمي لك حدودك مثل ما عملنا من 2006 ل 8 تشرين، بالمقابل بدنا مكاسب. لأنه هلأ ما بعرف بالمفاوضات الدائرة، وقبل شوي لفت الدكتور جعجع علي أنه بيضلهم يدخلوا أنه جزء من القصة الموضوع الرئاسي والحكومة بلبنان. يعني أنه هن بدهم يفاوضوا الأمريكان على حل ما وتمن، هن شو بدهم؟ بدهم تعطونا السلطة بلبنان. هودي الشباب يعني. طيب بس اليوم صحيفة إسرائيل، اليوم صحيفة إسرائيلية بتقول إدارة بايدن تضغط من أجل إنهاء الأعمال الحربية مع حزب الله عبر وقف الجيش الإسرائيلي عملياته في المرحلة الثانية من الحرب في غزة، والسماح لسكان شمال القطاع بالعودة إلى مناطقهم، وتقديم ذلك لحزب الله على أنه حجة كافية لوقف عملياته. هو الأمريكي هو بس تنشوف شغلة، هن عم بيحكوا عن المرحلة الثالثة من الحرب مش الثانية الإسرائيلية. ثالث شغلة إنه أنا بدي أفترض هذا السيناريو، بدو يرجعوا على شمال القطاع لوين؟ شو في اليوم؟ شو بعد في بشمال القطاع غزة؟ ليش؟ هل هو منطقة قابلة للحياة؟ يعني البعض يلي بيبيع العالم أوهام وأوبر بانج، الإسرائيلي حقق أهدافه بحرب غزة إلى مش آخر غزاوي، إلى آخر حجر، لأنه عملياً جعل كل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة، واليوم ما في حدا ناوي يعمر. طيب اليوم اذا بتطلع بالمشهد انت كمراقب من 27 الاول الماضي لليوم، من ربح في هذه الحرب؟ الحرب بعد ما انتهت، بس مين ربحين لهلا؟ شوف كل حدا شو اهدافه ومين قدر يحقق اهدافه تتعرف من ربح. طيب ممكن تخبرنا حركه حماس شو كان اهدافها؟ يعني الحديث عن انه تبادل اسرى مثلا، يعني اسمعني اول شيء، طلعوا لهم يمكن شي 100 200 اسير راح قبل اللي ماتوا، في يمكن شي 5000 اسير جديد. بتخيل يمكن هلا عم بيعمروا لهم حبوسه مخصوص. حلوه هالمعادله، اضافه لانه
22,000-23,000 يعني شخص سقطوا بالمعارك، في كتار منهم لا ناقة لهم ولا جمل، أطفال ونساء وعجائز، وعشرات ألاف المصابين، وتدمير غزة بالكامل. فإذا إذا حماس هدفها تحرير أسرى معناتها فشلت فشل ذريع. إذا هدفها إعادة وضع القضية الفلسطينية على المحافل الدولية فشلت فشل ذريع، لأنه صار أقصى الطموح شو؟ اسمحوا للناس يرجعوا على شمال القطاع المدمر. تعرف هيدا النكت اللي بيخبروا انه كان واحد قاعد هو ومرته ببيته وحاطط حماته معه وامه واخته وكذا، صارت مرته تقول له يا اخي طيب امك فهمنا اختك وكذا، قام راح جاب الحمار وبقره صار بعدين وطلع البقره بيمشي الحال. عمليا هيدا المنطق وبيحكوا عن انتصارات. طب انا بدي اسال اليوم ايمتى اخر مره حماس زتت صواريخ على مدن اسرائيليه؟ ما بقى عندها القدره. مين اللي هلك؟ هلا مين عم بيقوم بهالحرب؟ حزب الله صار. ما هو السؤال اليوم حتى حزب الله باخر كلمه لحسن نصر الله شو بيخبرنا؟ بيطلع هيك بيفاجئنا انه لازم تنبسطوا لانه للمره الاولى لبنان صار عنده القدره وما تروح عليه يحرر بقيه اراضيه المحتله. هيدا يلي كان حامله هوكستين بلبنان بالصيفيه. استاذاني اذا في ناس ما بتعرف لانه بعيده عن جنوب، أنا اليوم بدي أسمح لحالي أحكي على القليل بيلي وكلوني أحكي عنهم من أبناء القرى غير الشيعية بجنوب الأول، وبعتذر عم بحكي هاي تحديداً أبناء القرى المسيحية الحدودية والقرى السنية. شو قالوا لك دول؟ طيب. عملياً قاعدين بلا أشغال، بلا مدارس وبلا جامعات، بلا مدخول، يعني مواسمهم الزراعية راحت على الآخر، ومهددين كل لحظة بحياتهم. هودي مسؤولية مين يعني؟ لأنه حزب الله وحسن نصر الله قرر هيك فجأة أنه هو بده يناصر حماس بغزة، بيقوم بدفع كل الناس أهوال قراره يلي ما حدا من اللبنانية وكله ولا حدا طلب منه ولا حدا بده إياه. اليوم إسرائيل بتطلع بتهدد ما نضرب لبنان ونضرب حزب الله، بيطلعوا كمان مسؤولين بحزب الله وأمين العام للحزب بيهددوا بيضربوا اسرائيل وما نرد في حال سلام. دولة وين يعني؟ قبل دولة مش موجودة. قبل يا استاذاني حسن نصر الله هو طلع خبرنا انه فتح المعركة ب 28 اول. هل اسرائيل فتحت المعركة على لبنان؟ الا اذا عم تقول لي حسن نصر الله كذاب يعني. هو طلع قال انه ب 28 فتح المعركة لوسط غزة. فاذا هو اللي جرنا لهون، هو اللي تسبب. اما موضوع الدولة استاذاني يعني هل حدا مخشوش اليوم بالمعادلة؟ ولا مرة كانت هالقد بشكل مفضوح غيب الدولة بلا. مش موجودة. ليش بال 2006 وين كانت الدولة؟ بال 2006 إجا حسن نصر الله إلى حد ضحك على اللبنانيين وعلى المسؤولين، على كل المسؤولين كانوا ماشيين بطاولة الحوار وصيف هادئ وما تعتلوا هم وكنا بعز السياحة وغيرها، وراح أخذنا وبعدين طلع خبرنا لو كنتوا أعلم. اليوم يا أخي هو صار رايح له شي من 150 واحد اللي هن ودمار شامل بكل القرى الجنوبية الحدودية، غارة على قلب الضاحية، قتلت العروري واللي معه، غارة على كوسرية السياد، عم بحكيك أنا على المناطق البعيدة بقضاء صيدا. شو عمل؟ دمر كل قواعد الاشتباك. الإسرائيلي اليوم صار بيعتبر عنده حرية الحركة، عم بيقصف وين ما بده ويغتال وين ما بده، ما في حدا يقول له وينك، لأنه حزب الله وصلنا لهون. بالمقابل بيطلع عم بيجرب يبيعنا يلي هوكستين عرض علينا بالصيفية، إجا لهون وعرض علينا موضوع الترسيم البري اللي كان حسن نصر الله عم بيقوله مصادر حزب الله اوعى حدا يفكر بالترسيم البري، يعني عم بيرجعوا يبيعونا. وبدي اعتذر على التعبير، مش الكفة برقبتنا، الأزيف برقبة كل أهل جنوب المنطقة. الشيء يلي كان معروض علينا بالصيفية بلا شيء. سيستوني بال 2006 ضربتنا اسرائيل وتدمر نص البلد وما كانت محصوره بس بالجنوب، بس كان في هيبه حزب الله، كان في هيبه شئنا ما بينا. لا كان في هيبه لامين عام الحزب، قال تاملوا البخره رح تغرق وغرقت. في فرق اليوم بعد هذه الهيبه فقدت. اي هيبه اي بلوط؟ لا في هيبه ولا شيء، على الاقل من 2008 يلي بيفوت بيقتل اهل بيروت وبيعمل الشيح للجبل، لا عنده هيبه ولا عنده شيء.
ولا من وقتها بعدني بذكر كتبت مقال عنوانه بال 2008 اسمع يا حسن، وقتها كان موجه لحسن نصر الله. بس بال 2006 كان حسن نصر الله عنده صيت كاذب عربيا قبل لبنانيا. هيدا اللي خسره بالمره، كان يمكن الشخصيه العربيه الاكثر شعبيه، هيدا اللي خسره بالمره. وهيدا اللي عم بقول لك اياه اليوم، مين رح يعمر لاهالي جنوب سيزان؟ كل الناس اللي تضررت مين قادر يدفع لها تعويضات او يعمر لها؟ قلت لك غزه ما في حدا رح يعمرها. وبالتالي لما بدك تاخذنا على الحرب نسيلي انه اذا عامل ملجا ولا مش عامل ملجا ولا عندك مستشفى، بدك تكون قادر تعمر، لانك بنعرف ومبصبرك بالعشره انك شاطر بالتخريب. بس اليوم السؤال الكبير، مين قادر يعمر؟ لانه عم يعني تسال سؤال، كنت وين الدوله؟ انا بدي حيي مواقف للرئيس مياتي، مع انه ما بعرف قدي قادر يكون فعلا مسؤول عنا. في موقفين كثير مهمين، موقف قبل شوي انه نحن مستعدين نروح على مفاوضات حل شامل يعني، وكلامه للحره مع زميلي منى صليبا يلي بيقول فيه كلام كثير كبير، انه نحن نعرض علينا موضوع الانسحاب لشمال الليطاني، انما نحن بدنا حل شامل بما فيه حل موضوع سلاح حزب الله. شو يعني؟ وانا هون مع الرئيس مئات للاخر، يعني نحن بدنا حل ازمه وكارثه سلاح حزب الله، يعني بدنا عمليا تنفيذ ال 1559 يلي حزب الله عبر كل ابواقه واعلامه اليوم شو عم بيجي خبرنا؟ انه لا نحن بدنا نعمل مفاوضات ترسيم بري وغيره ونرجع لشمال الليطانة مش مشكلة، بس سلاحنا ممنوع حدا يرق فيه. يا تسلموا لي، انه اساسا انتم من الألفين ما لكم حق، على الاقل يكون معكم سلاح، هو من التسعين ما لكم حق، بس انه تنسحبوا لشمال الليطانة وبتطبقوا ال 1701 والكف برقبتكم وبتعملوا ترسيم للحدود البرية ولكل النقاط العالقة، وشو بتعملوا بالسلاح؟ يعني بيطلع عمليا هم سلاحكم الداخل اللبناني، هم سلاحكم تستعملوه لتقرشوا بالمعادلات السياسية اللبنانية ويصير بدكم رئيس وبالحكومة. اتفاق الترسيم مع مين صار؟ مع دولة إسرائيل. صحيح. يعني ما هو خبرنا. فإذا كل شعارات سلاحه يا سيزاني شو بقي منا؟ كل شعارات سلاحه. بس مع كل من موضوع تحرير القدس وهيدي الاستعراضات المضحكة المبكية على الشريط الحدودي، وجيب لك هودي شوية موتسيكلات واخبار، وانه نحن بدنا نفوت على الجليل، وما صار انه نحن مستعدين نعمل بوليس حدود ونأمن الامن لشمال اسرائيل مقابل تعطونا مكاسب هون. لا، يعني لا نحن رح نقبل بموضوع سلاحه، ولا رح نقبل باي موضوع مساومة له علاقة بالاستحقاقات اللبنانية. بدنا رئيس سيادي بيشبهنا، رئيس يستعيد هيبة الدولة تترجع تشبه اللبنانيين، بدنا رئيس يفرض هيبة الدولة والجيش اللبناني وما يعود في سلاح غير الجيش اللبناني. رح أحكي عن موضوع الرئيس وإعلاقته باللي عم بيصير هلأ، خصوصا كان في بيان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من شوي. ولكن قبل في كمان واقع ما فينا ننكره، مع سقوط كل شهيد من حزب الله عم تشوف أمه وبيه وقرايبينه فدا السيد حسن في مكان الاستهداف المسؤول بحماس بالضاحية الجنوبية، رفعت يافطة فدا نعليك. أنا بحب الصرامة، شو بدك تعمل؟ أنا أصير محور مشهور بحب الصرامة، ويقعدوا بين الصرامة يصفلوا. بس خلينا نتفق يا سيزاني، في بيئة حاضنة لحزب الله يا سيزاني. أول شيء ما حدا نكر مع كل القصف، مع كل ما حدا نكر إذا في بيئة حاضنة أو لا، باستثناء إذا بترجع لكل الفيديوهات قبل السحسوح وبعد السحسوح. تتذكر فيديوهات شهيرة؟ ليش حدا قادر يقول غير هيك؟ لي في حرية بهيدي البيئة حدا يقول غير هيك؟ تليفوني بيشهد على مئات وآلاف الواتسابات وعلى الفيسبوك وعلى الانستغرام من ناس من قلب هالبيئة طعوا خلصونا، من ناس يقولوا لي نحن مأيدينك ما بنسترجي نحكي بنختفي. عن أي بيئة عم نحكي؟ عن البيئة يلي ولاء عتيد بصفوا فيها بالطريقة يلي صارت لأنه معارض، ولا كل يلي بيحكوا وبصير فيهم يلي بصير وبيرجع بيضطر يعتذر من الكل، ولا لقمان سليم يلي البيئة هيدي ما بتقدر تحمله؟ عن أي بيئة؟ عن أي خبرية؟ ولك يا استاذاني حتى ما بغزة كان ذات الشيء
عم نشوف كنا وسائل إعلام بلا ما نسمي مؤيد لحماس وغيره يكونوا عم يحكوا مع حدا بس يقرب يقول لهم خربوا لنا بيتنا حماس، دغري يشيلوا الميكرو ويغيروا. شبعنا هالكذب، هيدا الكذب بالمنطق البعثي، مع ان كلهم يعني كلهم تلاميذ مدرسه وحده، عرفت؟ تلاميذ مدرسه وحده بموضوع الدكتاتوريه وبموضوع القمع وبموضوع وبموضوع، ما هو تعودنا لهم وبيرجعوا بده يجبرونا انه نحن نصدق اخبارهم يعني. طيب هلا في جهود دبلوماسيه، في وزير الخارجيه الامريكي موجود باسرائيل ضمن جوله بالشرق الاوسط، بكره قد تنتهي هذه الحرب على حساب لبنان ويمكن ياخذ تعويض مع حزب الله بمقابل عدم الدخول. هو يتامل حصول على التعويض بس امر وارد، والا كان كمان ابدى تخوفه رئيس حزب القوات اللبنانيه من يعني ادراج موضوع الرئاسه ضمن هذا الديل. حزب الله لا بده ولا فرقاني معه حماس. وحتى لما سال الدكتور جعجع عن يعني أسئلة مضمونة، هل يكون حزب الله بيع رأس العروري؟ هذه أسئلة محقة. كيف يعني في قصص بتصير من قبيل المصادفات عن جد بشكل غريب، إنه بينعطى إحداثية من بعد ما يكون شايف ناس من حزب الله بمكتبه. كمان عم يغتال المسؤولين بحزب الله، مش إنه بس مسؤولين فلسطينيين عم يغتال. إيه بس هيدا الوحيد. كمان عم بيضحي فيهم حزب الله؟ لا، حزب الله هناك في بجنوب مواجهات، وإذا ملاحظ عم بتصير يعني حتى الإسرائيلي عم بيستهدف لهم انه والله ضرب العروري عملوا رد، ام راح قتل اللي عمل رد، بس تشوف قد ايه هن مش انه مخترقين، لو بده الاسرائيلي يمكن ما ترك مسؤول فيهم، مخترقين لدرجه تخيل هيدا بسيارته روحوه، قاضي قبل بالرضوان ببيت مدري شو كانوا عم بيعملوا روحوهن، عندهم تقارير واضح يعني. كمان هذا بيرسم علامة استفهام انه مين عم يعطي هذه المعلومات الاستخباراتية؟ هن الخروقات الكبيرة والهائلة غير مواضيع التعاون، بس السؤال لما بيجوا بالضاحية بيقصفوا طابق بمبنى ما بيضروا لا فوق ولا تحت، وما بيكونوا مرافقينه معه يلي يعني هودي تعودنا. إذا بنرجع بنسأل كيف راح عماد مغنية وكيف راح مصطفى بدر الدين وكيف راحوا عمدة بالجيش السوري كانوا على صلة بموضوع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تطلع قصص بتضحك كتير، اتعودنا عليها. هودي بيبيعوا مش بس ناس عندهم، بيبيعوا في حال ركب هيدا الديل وكان لصالح حزب الله. لا هو أي ديل بده يركب بهالمعنى هو لصالح إسرائيل مش لصالح حزب الله. لصالح إسرائيل بالداخل إسرائيل، لصالح حزب الله بلبنان. لما بتجي بيوقف حزب الله حرس حدود لإسرائيل تيأمن لأمن إسرائيل، هيدا بيكون مين؟ لمصلحة مين؟ اوكي بس يمكن ياخذ شيء بالداخل حزب الله، رئيس جمهورية وغيره. مين بده يعطيه بالداخل؟ ما هون السؤال. الأمريكاني. ما كيف بده يعطوه؟ إنه الأمريكان عندهم 86 نايب بالمجلس؟ ما بيمونوا على إلا إذا عم بتقلي ما بيمونوا على كتلتين إلا إذا عم بتقلي إنه كتلتي الثنائي هن للأمريكان، فوق كتلة المرضى للأمريكان. هودي لا هودي مشين اصلا مشين، وفوق كتلة جبران باسيل للامريكان، وفوق انه كتلة نواب الاعتدال للامريكان. 86 صوت يا استاذ زاني تتامن نصاب تجيبوا رئيس اذا الامريكان لا الامريكان ولا بي الامريكان يا استاذ زاني. حسلك يا عم تمي، اذا الامريكاني حكي سمير جعجع او حكي السعودي يحكي سمير جعجع بغير رايه، ذكرك باخر 15 سنه سمير جعجع افشل اكثر من مسعى كان السعودي بده اياه، وصار في امتعاض عند البعض. وكيف مين قال لك انه سمير جعجع او سامي جميل او ميشيل معوض او اشرف ريفي او حيلا حدا من السياديين بده يمشي مثل ما بده الامريكاني؟ لا، هن بيتلاقوا مع الامريكاني لما الامريكاني بيكون ماشي مع المصلحه اللبنانيه. مين قال لك سمير جعجع لانه ما مشي مثل ما بده الامريكاني قعد 11 سنه بالحبس؟ شو هالحديث هيدا؟ إذا الأمريكان عندهم 86 صوت بالمجلس فليكن، أهلا وسهلا، يفرجونا منين ال 86 صوت. هلا بتقل الأمريكان ضغط وحزب الله مش بجوزيف عون رئيس للجمهورية، يا ميت أهلا وسهلا. مش عم نحكي عن جوزيف عون، نحن عم سليمان فرنجي. سليمان صار مقتنع إنه ما بقى رح يجي رئيس. سليمان فرنجي هو صار مقتنع انه ما بقى جاي رئيس. وشو اللي تركه كمرشح؟ ليه ما بيعلن لوقت الديل؟ يعني انا بتقديري حزب الله ما بقى عم بينبش ياخذ مكسب بالرئاسه، صار عارف
وحتى لما شاف الصور بهاليومين تعازي تعرف هيدا يلي بيطلع بيعزي يلي خان الأمانة يعني بأمه يلي خان الأمانة وبالفاسد. طب ليش عم تخدها هيك؟ ليش ما بتخدها أنه أخلاقيته مين عنده أخلاق؟ جبران باسيل عنده أخلاق؟ لا بالسياسة ولا بالشخص ولا بأي شيء؟ شو الحديث؟ التعزية واجب تعزية هذا واجب أخلاق. حكي لي بحال عنده يلي بيطلع بيحكي كل يلي حكيه بحق قائد الجيش بيكون عنده أخلاق؟ هذا مش مارق من حد الأخلاق. تنتفق هون بقول رأيي لك إذا كل هيدي الصور أنتجت بكرة ضغط للتوافق على جوزيف عون للرئاسة فليكن. أنا بتقديري حزب الله مش موضوع شخص الرئيس، لأنه بنرجع بنقول مين ما إجا رئيس جمهورية، لو اليوم جبت سمير جعجع رئيس جمهورية هل الصلاحيات يلي بين إيديه بتكون كافية ولا في أطراف ساعتها بتقدر تعطله؟ مشان هيك المشروع عنا منه ميشيل عون وقلتوا عملتوا رئيس فاشل. لا الفرق ميشيل عون كان هو رئيس التعطيل، يعني هو كان يعطل تشكيل الحكومة، هو اللي يعطلها تجرب ياخذ اللي بده اياه. في فرق يعني في فرق واحد يكون عنده النية الحسنة وحدا يعيط له يعطل له، وفرق بين حدا يكون عنده كل النية العاطلة وهو يعطل العهد كرمال يجرب ياخذ مكاسب يلي بده اياها. ما حدا عمل مثل ميشيل عون. بس السؤال الكبير، هل المشروع المطلوب هو بموضوع محاصصة جديدة بالحكومة، بموضوع ضمانات ربما للنظام السياسي، بموضوع أبعد من هون؟ حزب الله عارف كتير منيح أنه بالمعادلات هيدي ما أنه قادر يأخذ رئيس، لو قادر يأخذ رئيس كان جيب سليمان فرنجية، عارف ما مش قادر. وسليمان فرنجية فتح أكتر من باب لحاله أنه وقت بده يصير في تسوية نحن جاهزين بكلام مباشر لقاله. وبالتالي قدرت حزب الله هي على التعطيل، مثل ما أنه في مجموعة مقابلة قادرة بكل سهولة تعطل إمكانية وصول أي مرشح لحزب الله. مش هيك برجع بقول كتير مهم، وبتعرف أنا شخصيا صرت حكي فيها كذا مرة قدي مهم يوصل شخصية مثل العماد جوزيف عون على الرئاسة، إنما الأهم مش أنه نوصل واحد على الرئاسة ونرجع نكبله بكل الشيء اللي بده ينعمل. المطلوب بالحد الأدنى يكون في توافق على كمان تسهيل الحكومة وعلى البدء بمشروع إصلاحي. يا سيزاني اليوم تخيل نحن كل هم الحكومة بالموازنة شو تعمل؟ نشوف كيف ما نعيش. رح أحكي بعد شوي عن الموازنة، بس عم تحكي إشياء إنه بها بدها إرادة سياسية. بنرجع لنفس الموضوع، وهو كلهم ما فيك تعملهم حسب رأي فريقكم السياسي ورأيك الشخصي بوجود حزب الله. حزب الله راح يعطل لك انتخابات رئاسية وراح يعطل لك هي وراح يعطل لك. مشان هيك قلت لك انتبهي، مش بوجود حزب الله، بوجود سلاح حزب الله. حزب الله كحزب سياسي يعمل بده ما عندنا مشكلة. حزب الله بس يبطل عنده سلاحه يلي براح. هلا شو موضوع رئيس الجمهورية معطل بسلاحه؟ معطل بكتلته النيابية؟ لا بسلاحه وحلفائه. بسلاحه مش بكتلته النيابية. كتلة حزب الله شو حط الفرد براس حدا؟ انه عمليا هيك بتصير. انه انت مش ضروري تشوف الفرد، بيكون في مفعول الفرد اساساً. انه هيدا اليوم هيدا لبنان يعني لاحظ شغلي، لو كان حزب الله معارض ما بده يصير فيه التمديد لقائد الجيش، هل كان صار التمديد؟ حزب الله بالشكل انسحب من الجلسه. حلو التمثيليه، سحب نوابه لانه كان ضامن انه بيضل فيه عدد نواب الكافي وبيمرق. لو حزب الله ما بده دور لأباط رضاء لمن؟ للأمريكيين عم بيبيعون ورقة. بس إنه هيدا كان مطلب لبناني واسع ونحن بدنا إياه، ما عنا مشكل ساعتها. لو تمن تخلي عن حليفه جبران باسيل، حليفه المسيحي شبه الوحيد، هيدا غطى ما بقى نافع. يعني جبران باسيل غطى ما بقى نافع ولا بقى كتير بينعاز يعني أساسا. طب تعزي جبران باسيل لقائد الجيش، هلا لو ما عزه كنتوا قلتوا ما عنده اخلاق وكيف ما بيروح بيعزي وهذا واجب. لا بتعرف شو احلى نكته وعزه كمان احلى, مش أحلى نكته حتى تشوف درجه الغباء عند اللي بيلحقوه. وصرت شايفها بكثره على مواقع التواصل الاجتماعي، قال شفتوا كيف انه طلع جبران باسيل هو كان بده التمديد لجوزيف عون بس راح قال لهم انه هم بده تيروحوا يمددوا له. طب شو بتعمل مع هيك جمهور غبي؟ يعني عن جد عم بسألها بكل طيبة قلب يا أخي، وقتها بيكون في جمهور لاحق وهالقد غبي شو بتعمل؟ في عندك أزمة،
أزمة هون إلى علاقة بالآي كيو، أزمة إلى علاقة بالسقف السياسية، أزمة إلى علاقة بأبسط القواعد. بس يعني بتخيل يمكن قريت مثل ما أنا قريت إنه صار في زيارة قبل التعازي للعماد جوزيف عون. مش مضبوط المعلومة، ما بعرف بس إنه لا لا أنا أكيد إنه ما مضبوط. الأكيد إنه يمكن ميشيل عون شاف الضرر يلي أصاب الطيار نتيجة مواقف جبران باسيل من قائد الجيش، فاضطر يقوم بزيارة التعزية. عظيم. زيارة التعزية أكيد صارت يعني. لا لا. بصورة. زيارة العماد عون إلى الرابية منا مضبوطة، وحطينا إحنا نفي على موقع الانتزاع الخبر. ميشيل عون قدر يمكن الضرر يلي أصاب الطيار وجمهور الطيار نتيجة مواقف جبران باسيل وقائد الجيش، وحب يرقع الخبرية. واضطر جبران باسيل يلحقوا بالموضوع لأنه تعور كتير يعني مثل ما بيقولوا، وبالنتيجة إن شاء الله بيكفي بهيدي السياسة تيتعور على الآخر بلكي بيرتاح البلد. الفكرة هون هيدي كلها ما بتنفع إلا إذا جبران حب يستلحق حاله ويجرب يقول بيضل جوزيف عون هو أفضل مليار مرة، بس إنه بالنسبة له بيضل أفضل من سليمان فرنجية على قاعدة الإصلاح والنظافة والابتعاد عن الفساد بعكس الاتهامات يلي بيعملها. وا وا وا. كل هذا الموضوع يعني هلا كأنه نحن كثير بعيد عنه موضوع الرئيس، رح نحكي عنه. إيه لا لا هو بأكد لك نحن كثير بعاد. رح نحكي عن موضوع الرئيس بالاسم الثاني، ولكن توقف على الصراحة مع الإعلام، تابع بعد بيروت اليوم. تابع بيروت اليوم رئيس تحرير موقع أيام لبنان الصحفي توني أبي نجم، وبذكر رح يكون معنا بعد قليل الكاتب السياسي حسن الدور من خارج الاستوديو. سيستوني كمان تسمح لي قبل بس صحح شغلة صغيرة، لأنه بسياق تعداد الشهداء وصلت عند لقمان سليم ونسيت الياس الحصروني. فأكيد يعني بالمسلسل وخصوصا عم نحكي عن أولاد المنطقة فوق، وتقلي حزب الله شو بيعمل يعني، وملاحظ كل الجرائم يلي ممنوع ينعرف فيها نتيجة، مثل ما الأجهزة الأمنية بلغت بعد استشهاد الياس الحصروني الحنتوش إنه ممنوع كان يستدعوا أي حدا من أصحاب السيارات يلي ظهرت من أكثر من قرية تتلاحوا. في أوضح من هيك استاذاني؟ بقى التحية كمان لروح الشهيد الياس الحصروني، وهيدا مثال عن إيه؟ كيف كل حدا بمناطقه خاضعة لنفوس حزب الله بيكون بحاجة عن جد الله يحميه إذا بده يشتغل بشكل معارض لنفوذ. تسألك بصالح الجنوب هالأطلاق نكيف فيهم نهار الانتخابات بشكل مفاجئ. انتخبت ومبسوط أنه صوتي أثر لأنه صار عنا نيبين جديد بجزين من وجه الانتخاب. وقبل قد كان سألك مش طالع؟ من الانتخابات القبلة. انتخابات الجاي رح يلطوا لك انتخابات الجاي. هلا إن شاء الله ما بيعودوا موجودين بسلاحهم من هلا الانتخابات الجاي. هذا التفاؤل يعني مبالغ فيه كثير. بدي بس ذكرك بموضوع التفاؤل، بكانون الأول 2004 كان عم يتعشى عندي ضابط كبير موضوع الجيش السوري. وخبرته وقتها أنه من هلأ لقبل الصيف الجاي ما رح تلاقي عسكري سوري بلبنان. قال لي زيت هيدا الجملة وهيدا التفاؤل، وإن شاء الله ماكسيمو بينسحبوا على البقاء. قلت له سجل عندك وتبقى خبرني. أنا عم بقول لك إن شاء الله من هلأ لوقتها بقول ما بيعودوا موجودين بسلاحهم ولا بتهديدهم، وأكيد حقي أطلع على ضيعتي مسابق. أنا ضيعتي جغرافيا بإقليم التفاح ومحاوطة من كرة عنده النفوس فيها، وصار قبل يعني عم نحكي من 10-12 سنة احتكاكات بقى، بس الأرض أرضنا وعندي أنا أرض فوق وعندي بيت فوق، وأكيد رح نرجع نطلع ورح نرجع نرجع جرنية ضيعتي والمنطقة المحيطة إن شاء الله أحلى مما كانت. نحن نتمل الحديث معك، وكمان ما نحكي عن القرصنة اللي صارت المطار. مش بس خيا كرولون بحللها معلوماتيا، أنت بدك تحللها كمان سياسيا. أكيد أكيد رح يكون مع الموضوع. إيه بس منتقل مع الكاتب السياسي حسن الدور من خارج استوديو. كيفك استاذ حسن؟ الحمد لله تمام، انت كيفك؟ يعني اول شيء بتمنى حلقه جاي تكون معنا بالاستوديو. بالامس وزع لك النائب السابق وليد جنبلاط، ما بعرف اذا عرفت، وزع لك ما كتبته على منصه اكس عبر البريد الالكتروني لبعض
الأصدقاء اللي بيبعت لهم. كتبت حضرتك على بعد استشهاد نجل مراسل الجزيرة وائل دحدوح، كتبت استوطن الحزن هنا في وجه وائل وسكن الصبر هنا في قلب وائل، وائل وحده يعادل كل الأنظمة والأحزاب والقبائل. تستأهل هذه الحرب سكوت هالقد من الضحايا، إن كان بغزة أطفال غزة وإن كان بالجنوب وما يعانيه أهل الجنوب، مقابل شو كل هذا اللي صار بسبعة وعشرين؟ بيستاهل هذا الثمن؟ مساء الخير بداية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني هذا الجواب عن هذا السؤال في الصبر والحزن والإرادة اللي عم نشوفها بوائل الدحدوح، اللي هو رمز لغزة ولكل الغزيين. يعني هؤلاء الذين يدفعون هذا الثمن الغالي والذين يصرون على رفع صوتهم وعلى دعم هذه المقاومة رغم كل الدمار ورغم كل المجازر ورغم الإبادة التي تقوم بها إسرائيل، هذا دليل على أن الواقع الذي كانوا يعيشون به نعم يستحق أن يضحوا من أجل أن ينتقلوا إلى واقع أفضل. هذه الحرب الذي حصل بطوفان الأقصى لا ينظر إلى نتائجه بعدنا، نحن اليوم بقلب المعركة. خلينا ننظر هذه الحرب نتائجها تداعياتها، يمكن تحتاج إلى سنوات حتى تظهر، ولكن على الأقل في واقع كان موجود، كان يسمى عالمياً غزة تسمى سجن مفتوح، أكبر سجن مفتوح في العالم. أي إنسان عنده كرامة إنسانية، عنده يعني يطمح إلى الحياة الآدمية العادية، لا يرضى ولا يقبل بأن يبقى أسير في كما كان في قطاع غزة وكما موجود اليوم بالضفة الغربية. فهذه المعاناة نعم تستحق. بالآخر نحن تعلمنا أستاذ داني، وأنا عبرك وعبر شاشتك وهذا الكلام أقصده، في رمزين إذا بدك للتضحية على الأقل بمجتمعاتنا، السيد المسيح عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام. بالنسبة إلينا نعم هؤلاء ضحوا بأنفسهم، ضحوا بكل يعني بنفسه بروحه من أجل حرية الآخرين. فلا يسأل، لا تسأل الشعوب عن تضحياتها، عن كبر تضحياتها، تسأل عن الأهداف التي تسعى إليها، والهدف حتما عظيم وكبير هو الحرية، أن يكون غير أنه بفلسطين المحتلة سلبت منهم أرضهم أمام العالم كله وطردوا من بيوتهم ومن أرزاقهم. نحن لا نقبلها ولا أحد يقبلها. قبل شوية ضيفك عم بيقول، وأكيد مع الاعتراض وعدم الموافقة، أنا ابن الجنوب، الجنوب للمسيحي قبل المسلم، أنا ابن مدينة سور، وهؤلاء الذين يعيشون في مدينة سور الإخوة المسيحيون هم أهل البلد، إضافة للكرة الجنوبية التي يتواجد بها الإخوة المسيحيون، وهم بأكثر الكرة مؤيدون ومناصرون ومنتسبون إلى القوات اللبنانية، اللي هي أكثر حزب أو تنظيم في لبنان يمكن معارض أو في خلاف بينه وبين حزب الله. فهذا الكلام تصوير كأنه هناك من يستهدف الإخوين في الجنوب غير صحيح. الجنوب ليس للشيعة، ليس لحزب الله، ليس لحركة أمل، الجنوب لكل أهله وكل أحد يستطيع وهو يعيش فعلا في هذه الأرض. وبدليل يعني ما هؤلاء النواب الذين نجحوا في جزين أليسوا القوات اللبنانية؟ هم يمارسون حياتهم وحياتهم السياسية والاجتماعية بكل حرية، ولم نسمع يوما أنه أحد ضيق عليهم، فكيف الحال بالناس العاديين أو النشطاء الآخرين؟ سمعت أنتوش؟ سمعت بس بالإذن إذا كان حصروني. إذا كان عفوا عم بقلك سمعت سامع بالياس الحصروني عم بقلك سيستوني. أنا ما بدي أفوت بسجال، وأنا اليوم أستاذ داني مع احترامي لأستاذ توني، اليوم نحن خلينا نتعلم من العدو الإسرائيلي، هذا العدو اللي كانت انقساماته واصلة إلى حد الحرب الأهلية، ولكن عندما تهدد الكيان اليوم كل المجتمع الإسرائيلي خلف الجيش، أجلوا كل الخلافات، طووا كل هذه الانقسامات العمودية بيناتهم ومن أجل إنهاء هذه الحرب، لأنه فيها تهديد حقيقي لكيانهم. خلينا نلتف خلف الجيش اللبناني. تفضل. بأثناء الحرب اليوم لبنان مش مهدد افتراضياً. رئيس وزراء العدو، رئيس وزير حرب العدو، عضو حكومة الحرب العدو، يعني عم بيحكي عن نتنياهو وعن جالانت وعن بيني جانتس، إضافة لكل المحللين صناع القرار إذا بدك والرأي في الكيان، يهددون لبنان من اليوم الأول قبل أن تطلق رصاصة أو صاروخ واحد من لبنان. فنعم لبنان مهدد بكيانه، مهدد
هم يقولون بأنه ما يحصل في غزة امبارح جالاند قال يمكننا لصق ما حصل في غزة في بيروت. اليوم بغياب الجيش اللبناني جوابا عن اللي عم تفضلوا في هذه الإشكالية، الذي غيبه هو هذا المجتمع الدولي، هي هذه الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفض تسليح الجيش اللبناني، والذي عرض على الجيش اللبناني وهذا الرئيس ميشيل سمان بيعتقد منه مع حزب الله وما بيحب حزب الله، وأكثر من رئيس في خلاف حصل بينه وبين حزب الله. يسأل عندما كان قائد الجيش هل عرض عليه أن يسلح الجيش اللبناني بما يشاء وبما يريد بدون أي قيد سياسي أو لا، ولكن رفض هذا الموضوع لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد ذلك. أنا ابن الجنوب، ابن بيئة المقاومة، أنا أقول لك نحن لسنا سعيدين بهذه الحرب ولسنا مضطرين بأن ندفع هذه الضريبة، ولو سمع الجيش اللبناني من السيد عبد الحسين شرف الدين بالأربعينات ومن السيد موسى الصدر بالسبعينات عندما كانوا يطالبون ليل نهار ويوميا الجيش اللبناني بالانتشار في الجنوب لحماية قرى الجنوب من العدو الإسرائيلي ولم يسمع لهم أحد، اضطر الإمام القائد السيد موسى الصدر لتأسيس أفواج المقاومة اللبنانية أمل. لم هذه المقاومة لم تأتي لأنه كان في جيش وطرد الجيش لنؤسس مقاومة، المقاومة نشأت لأنه الدولة اللبنانية تركت الجنوب بأطماع إسرائيل. عم بتشوف تشيع شهداء حزب الله صح؟ نعم. في علم لبناني بتشيع واحد رفع؟ في ذكر لكلمة لبنان بخطاب ما؟ هو مش أمور تسجل؟ أكثر من هيك مش أمور واضحة؟ أكثر من هيك كل يلي عم بيسقطوا بجنوب حزب الله بقرار حسن نصر الله قال هودي ما خصهم بلبنان هو على طريق القدس. شو خصني فيهم أنا؟ أنا طريق القدس ما بتعني لي بس أستاذ حسن استكمالا لسؤالي رح أترك لك مجال بس استكمالا لسؤالي، ما أفرزت هذه الحرب لبنانين، في لبنان بده الحرب وفي لبنان ما بده الحرب، في لبنان متضامن مع القضية الفلسطينية معنويا وسياسيا، في فريق مستعد يتضامن معه بالميدان. خلينا نكون واضحين، تفضل اسمح لي بالجواب. تفضل. ما في لبنانين، لبنان لا يريد الحرب ولبنان يريد الحرب، في لبنان واحد لا يريد الحرب، كلنا لا نريد هذه الحرب، ولكن في اختلاف بين اللبنانيين كيف نمنع هذه الحرب. في حدا عم يجي بيقنعني انا ابن الجنوب لان عايش وعارف وكل اللبنانيين عايشين بال2006 ما وفرت حرب اسرائيل، انا بعرف هذا العدو واطماعه وبعرف ماذا فعل به. في حدا عم بيقول لي الذي يحميني القرارات الدوليه، وفي عشرات القرارات الدولية لم تحمي غزة وفلسطين، وفي أمم متحدة ومجلس أمن دولي ومجتمع عربي ومجتمع إسلامي ومجتمع غربي كله يرى ماذا تفعل إسرائيل، ولم يجرؤ أحد أن يقول لا لإسرائيل. في حدا بده يقول لي يقنعني إنه هذه المجتمع الدولي والقرارات الدولية تحميني، هذا رأي في لبنان صح موجود وهذا قابل للنقاش، ولكن في رأي آخر بالتجربة من 40 سنة إلى اليوم الذي حمى الجنوب والذي ردع إسرائيل والذي حرر الجنوب ولبنان كله هي المقاومة. وجهة نظرنا تقول هذا العدو الإسرائيلي هم قالوا علنا يريدون يريدون سحق لبنان، يريدون إعادة لبنان إلى العصر الحجري. وجهة نظرنا بتقول منع هذا العدو بتكون بالمقاومة بأنه نفرجيه أنه نحن لدينا القدرة والقوة على ردعه. وجهة نظر الثاني اللي حضرتك عم تحكي عنها انه القرارات الدوليه، خلي العقلاء بالعالم وبلبنان يشوفوا اي من هاتين الوجهتين النظر اكثر حكمه وعقلانيه. هذا بالجواب عن السؤال الثاني. السؤال الاول، هؤلاء لا يجوز لاحد ولا ومن المخجل انه احد يشكك بلبنانيه اهل الكره. ما عم تشكك ابدا، ما عم تشكك، عم نسال سؤال واضح. خليك معي لو سمحت، انا قلتها هلا الان انه هذا شو خصهم بلبنان. هذا الشهيد سقط في ارضه امام بيته في قريته في خربه سلم. اليس اليوم نحن بهذه المعركه لهذا العدو اليس معيب ان نشمت بشهداء لبنانيين او نشكك بدماء هؤلاء اذا كانت لبنانيه او لبنانيه؟ ما عم نشكك، نحن عم نحكي وقائع، ما في علم لبناني مرفوع بتشيع. ضيفك قبل شوي قال شو اللي عم بيصير هذا شو قصده لبنان؟ اوكي حضرتك عم تجاوبني على سؤال، رح جاوبك. انا سمعت سؤال مسؤول عن هون لما بيكون قال نصر الله صارت على طريق قدس شو قصده لبنان؟ لو سمحت تفضل. لو سمحت استاذ، تفضل تفضل. سمعت سؤالك، لو سمحت اسمع جوابه. انا مش عندي هلا بايش قصدي فيهم وشو قصده بلبنان.
نعم في علم لبناني، في اعلام لبنانيه موجوده، واذا في هلا ببعث لك فيديوهات من التشجيع اذا في اعلام لبنانيه او لا. في نشيد اللبناني يعزف قبل نشيد حزب الله، اذا هذه الاشكال يعني هذه الامور الشكليه بتهم حزب الله بتهم. حريص عليها اكيد بتهم. وفينا في حضرتكم عندكم مراسلين استاذنا فيك تتاكد منهم اكيد موجودين بالتشجيع. الاهم من هودي كلهم هؤلاء لبنانيون دفعوا دمهم على ارض لبنانيه دفاعا عن لبنان. بس حدا يدفع دم مقابل هذا العدو بهذه الطريقة يجي يشكك فيه ساعتها أو يجي يحكي عنه. نحن أنا ما بدي خون حدا يا أستاذ داني ولا بدي فوت بسجال، أنا من دعاة أنه نحكي خطاب واحد يقدر يجنب لبنان هذه الحرب. نحن ما بدنا نكون عم نزيد الانقسام بين اللبنانيين بهذا الظرف. أستاذ داني حضرتك عم تفتح موضوعات وجديرة أنه تتناقش عن الواقع اللبناني، ولكن أنا عم أقول وهذا أنا مسؤول عنه هذا الكلام، وإن شاء الله بنناقشه بمرات أخرى لاحقة. لبنان والمنطقة بعد هذه الحرب ليس كما قبلها. شو يعني؟ ما حدا يجي يناقش بالموضوعات اللبنانية كلها والمنطقة مش بس اللبنانية بأدوات ما قبل 27. بالآخر اليوم امبارح جالنت بيقول، جالنت اللي هو أكبر المتشددين بالكيان الصهيوني، بيقول نحن لسنا يعني ندعو إلى تسوية في لبنان ولا نريد الذهاب إلى حرب كبرى، لأنه في نهاية المطاف سنقوم بتسوية مع حزب الله. طب هذا العدو يعني أقصى التطرف عند العدو عم بيقول هيك، أليس أولى بشريكي وأخي اللبناني إنه إيش تفهم أنا وياه؟ أكيد أولى. أكيد أولى يا أستاذ حسن، أكيد أولى، بس هذا الكلام مش على وقته. خلينا نحن نأجل هذه الخلافات إلى ما بعد هذه الحرب ونتفق، والقواسم المشتركة بيننا كثيرة جدا. نحن لبنانيون كلنا، كلنا في اختلاف بوجهات النظر كيف ندير الملفات او كيف نعالج المسألات، اوكي، ولكن ما حدا يشكك بلبنانية حدا، ما حدا يشكك باللي عم يدفع دم على ارضه انه هذا ليس لبناني. هذا الكلام مش منيح بحق اللي بيقوله. استاذ حسن انا بتشكرك، واكيد رح تكون معنا قريبا ضيف بالاستوديو، يكون معك مجال اكثر لتعبر عن وجهة نظرك. شكرا لك الكاتب السياسي حسن الدر. ما بدي لا بس في كثير نقاط بدها اوكي، يمكن بدها وقت، بس ما بدنا سجلات ونجرب كون سريع. وقفا للتضليل، رح بلش من اخر مره. قلت وجهه نظرك. لا بس توضيح. تفضل سريع. عم يعني بحكي بالمطار، اشخاص دفعوا دم على ارض لبنان هم لبنانيين، معناتها عم بيقول لي يلي راحوا قتلوا بسوريا وبالعراق وباليمن وبالبوسنه وبالارجنتين عملوا عمليات وبالكويت وغيرها، هودي شو يعني؟ هودي كله زيت المشروع ما له علاقة بلبنان. تاني شغلة بلشنا سألناه عن الحصروني، خلا مش مهم هيدا، انه هلا لازم لانه في معركة بنتوحد، بنقتلكم بنرجع بنفتعل معركة مع الاسرائيل وتتوحد ورانا، لا فشرتوا غلطانين. وبعدين حتى نوقف تضليل، ايران عرضت تسليح الجيش اللبناني مجانا يا استاذ زاني، بس لانعيش ذاكرة اللبنانيين وذاكرة الزميل اللي كان عم بيحكي. إيران حتى وقود، حتى صهاريج الوقود يلي بعتتها على لبنان، اللبناني دفع حقها، ما قدمت ولا عرضت ولا مرة أي شيء مجانا. إيران عرضت بيعنا السلاح تحت العقوبات، وهذا الشيء كان مستحيل. لما السعودية قدمت أعلنت عن هبة $3 مليار للجيش اللبناني، حزب الله عمل كل شيء ممكن ضد السعودية اللي عرقلت الهبة. وبالتالي هيدا تضليل الرأي العام، وأنه منتضحك بكم خبرية وأنه لازم تتوحد ورانا، لا، وعطى مطل مهضوم. الإسرائيلية توحدوا خلف الجيش، نحن يا ريت منتوحد خلف الجيش وبنكون كل اللبنانيين، وساعتها لا الإسرائيلي ولا بي الإسرائيلي بيقدر يعمل شيء معنا. اللي صار بالمطار شو تفسيرك له؟ يا سيزاني في تهريب كان أو في خرق أو شو؟ ما هو صار واضح يعني، تخيل اللعبة يلي في اتهامات صارت كمان، ما خلينا انتبه. شو صار لعبة؟ راحوا لهيوا العالم بخبرية قرصنة الشاشات. بتعرف المعركة الدخانية وقت واحد بكب قنبلة دخانية لأنه بيكون عم يعمل شيء تاني، وعجقوا الدنيا إنه قرصنة الشاشات. يا حبيبي أنا بدي أفترض صار قرصنة الشاشات، شو بتقدم وشو بتأخر؟ إنه شو مرقوا رسالة ضد حزب الله
ولزقوها بجنود الرب يلي الشباب مع كل احترامي لهم في 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 ناس قبضوا الخبريا يا استاذ زيني عم بقول لك شفنا تويتات وشفنا يعني مواقف لا واهضم شيء بيطلع لك واحد ما بدي سمي ابو شعر مزيت بيجي بخبرك انطون صحناوي مدري شو عم بيعمل هلا غير انه لازم يتحاسب على هالخبريه لك بلحظتها وبيرجع بس حدا يساله انه شو عم تعمل بقول له ما الحزب طلب منا نقول هيك ما انا اساسا هيك بيشتغلوا يعني بس الحزب طلب منه يتم الحزب ما هو اساسا هذول كلهم الشباب بيطلبوا منه قولوا هيك واعملوا هيك لانه كان في معركه الهاء معركه انبلي دخانيه انكبت بموضوع الشاشات الاولى لانه هو يلي تقرصن او يلي تعطل عمليا هو جهاز تفتيش الحقائب وهون كان المشكل ومفروض كل الوزراء الاشاوس يلي نزلوا على المطار يشوفوا شو صار بهالوقت لانه نحن معودين بتعرف استاذ زاني هلا من وراء اللي صار بباب المندب وصار فيه انه كل شيء شحن بحري بده يتاخر كثير تيجي يبدو انه البعض يمكن يكون استسهل وبيع قصص بالطيارات اسرع وبالتالي لازم يروحوا ينبشوا هنيك لانه اساسا اذا بتلاحظ تصريحات وزير الاشغال من امبارح لليوم كم التناقض اللي فيها انه لا لازم يكونوا الشاشات موصولين على الانترنت لا ما لازم يكونوا لازم يكون ومش عارف اساسا والشباب كلهم مش شغلتهم اساسا نحن ببلد بهذا الموضوع مش متخلف ما بعرف باي درجه من التخلف انما يبدو البعض مبسوط من هيدا التخلف تيكفي بسياسه كل الاقتصاد غير الشرعي والتهريبات وغيرها وبيجوا اللي كنا عم نقول عنه بالموازنه بحطوا ضرائب على الاقتصاد الشرعي وحل بقى اذا بتنحل احنا عندنا بعد دقيقه بس كثير عم ينسمع حكي من 27 لليوم مع كل عم بيصير بجنوب تحديدا من المسيحيين خلينا اقول مثل ما هي انه هذا البلد بطل لنا وهذا البلد ما بقى بنعيش فيه وهذا البلد ما نفل منه هيدا البلد بلدنا عم تسمع اكيد هذا الكلام هيدا البلد بلدنا وهيدا البلد مدفوع حقه دم لبنان مش هذا الدم اللي بيروح كرمال المشاريع الايرانيه هيدا البلد مدفوع حقه دم وهيدا البلد مدفوع حقه دم من اول نهار بالمقاومه اللبنانيه لدم الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا ما تقلك لكل هيدي الدماء اللي انبذلت لمحمد شطح يلي كنا عم نحيي ذكراه من كم يوم كلهم هودي حاملين مشروع واحد هلا لسوء الحظ بجرب البعض يستغل قصه تيزيد بمحل او يعمل لا هيدا البلد بدو ينبنى على اساس انه بلد للكل وعمود الفكري فيه المسيحيين لانه هيدا اللي بيميزه عن كل الدول المحيطه فيه وبالتالي المسيح اليوم ابدا ما بقى مثل قبل لما كان مهمش ايام السوري المسيح اليوم عنده كلمه وهالكلمه بدها تتفعل اكثر المسيح عنده دور كثير اساسي بالسياسه والمواقع والاقتصاد والشراكه وكل شيء وهذا اللي مفروض نحن نشتغل عليه نبنيه واسع اكثر باكثر المطلوب بس رفع السلاح عن المسيحي وغير المسيحي تالبلد يعيش حياه ديمقراطيه سليمه حياه مؤسسات ويرجع كل موقع بدءا من موقع رئاسه الجمهوريه لموضوع حاكميه مصرف لبنان وقياده الجيش وكل المواقع تكون عم تلعب ادوارها يلي لازم يا استاذ زاني صحفي توني أبو نجم شكرا لك لكن كمان نقول شكرا للأستاذ حسن دوري اللي كان معنا من خارج الاستوديو مشاهدينا لهم بينتهي حوارنا إلى لكم